للميزانية للأمور الضرورية. هذه السياسة الاقتصادية للنادي نرصدها في هذا التقرير. رغم الضائقة المالية الخانقة التي واجهها نادي أولمبي المدية من تحقيق للصعود للقسم الأول عام 2015، وإدارة الفريق تبحث عن حلول اقتصادية ناجعة علها تحافظ على الاستقرار، فعمدت إلى تشييد هذا الصرح الرياضي الجديد والذي يتضمن إقامة للاعبين إضافة إلى مرافق ترفيهية من ناد ومطعم وقاعة علاج في أول تجربة من نوعها بالجزائر. هذا المقر الموجود فيه فريق أولمبي المدية هو سر نجاح تاع الفريق، لأن الفريق أصبح عائلة، اللاعبين يناموا مع بعض، يفطروا مع بعض، يتعشوا مع بعض، هذه الأشياء جعلت هذيك الروح الموجودة مع اللاعبين، لأن يعني اللاعبين من صباح حتى المساء هما مع بعض، هي الأساس تاع قوة تاع فريق أولمبي المدية. بعدما لم تتمكن إدارة أولمبي المدية من مسايرة سوق التحويلات التي فرضت لاعبين بأثمان خيالية، لجأ الفريق إلى الأقسام السفلى كقسم الهواة والمحترف الثاني لانتداب اللاعبين، مع الاعتماد على سياسة التشبيب تماشيا مع الميزانية المتواضعة للنادي. هي في الواقع نظن باللي النقطة الأساسية اللي اعتمدنا عليها هي الصراحة الحقيقية مع اللاعبين. صدر نقول لهم باللي الإمكانية تاعنا ناقصة، ولكن باش تطور الإمكانية تاعك ونعطيك فرصة، صدر كيما نقولوا لو طون جو، باش تلعب في القسم الوطني الأول ممتاز وباش نقدروا نسوقوك في المستقبل. فريق أولمبي المدية عنده سياسة اللي هي سياسة التشبيب، أنه ميزانية الفريق ما تسمحلوش باش يجلب لاعبين بأسماوات كبيرة. نظن باللي الفريق أولمبي المدية من بعض الفرق اللي في الجزائر اللي تمشي بكل احترافية، لأنه لما تكون الميزانية قليلة في الفريق لازم تكون فيه دقة في التسيير. بإمكانيات مادية ضئيلة وبأحلام كبيرة، يمضي أبناء التيطر بكل ثقة المتحدين العوائق وفرض مكانتهم بحظيرة الكبار، والهدف الرئيسي هو ضمان البقاء في القسم الأول المحترف. انتظروا.